وتاريخ تجديد الإخوان 30/5/2031. هنا الإخوان تجد هنا الميزانية الإعلانية. الموقع أيضا يقدم لك $100. السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد لتقديم هذا المشروع الرائع الإخوان. لدينا مشروع منافس لـ AI Marketing، أي عندما نتحدث عن منافس لـ AI Marketing أننا نتحدث يعني عن شبيهه 100% أو منافس بمعنى الكلمة، حيث يعمل في نفس المجال. ما هو المجال الإخوان؟ ومجال الكشبك واسترداد النقود، أي أن هذا الموقع أيضا لديه يعني يشتغل بالذكاء الاصطناعي ويقوم بالترويج لشركة مثل بانجوت كما ترى هنا وعلي إكسبريس إي بي وهذه يعني الشركات الكبرى مثل إي آي ماركتينج تماما. فالإخوان الذين استثمروا في الإي آي ماركتينج ويعرفون الإي آي ماركتينج فهو نفس الشيء الإخوان. لكن تنويه بداية الإخوان، يعني أريد أن أقول لكم أن هذا الفيديو ليس دعاية للموقع، لم أتلقى ولا سنت واحد من هذه يعني الشركة. فقط ما أقدمه الآن هو مجرد وجهة نظر، لا أنصح أي شخص يقوم باستثمار في هذا الموقع، ولا أنصح أيضا أي شخص أن لا يستثمر في هذا الموقع. في هذا الفيديو سأقدم لك هذا المشروع، وسأقوم بالإيداع فيه، يعني طريقة الإيداع، وأيضا سأريك طريقة السحب وكيف يشتغل الموقع. وأيضا في النهاية الإخوان سأعطيكم الإيجابيات والسلبيات الخاصة بهذا الموقع أو هذه الشركة، يعني بحيادية تامة الإخوان. إذن الإخوان مباشرة إلى التفاصيل، كما قلت لكم هذا الني روبوت مثله مثل AI ماركتينج تماما، هناك اختلاف بسيط جدا سنتطرق إليه بطبيعة الحال كما ترى في هذا المكان الإخوان. هو أيضا يشتغل على الكاشباك، يعني يشتغل مع المجمعين مثل الأدميتيد ويقوم بالترويج لشركة كما قلت هنا علي إكسبريس وما إلى ذلك، بانكوت كما ترى في هذا المكان هذه الشركات. فالأمر بسيط جدا الإخوان، تقوم بإنشاء حساب في الشركة بشكل بسيط جدا، ثم تقوم بالدخول إلى حسابك عادي جدا. فبداية الإخوان سأريكم يعني سنتحدث يعني عن طريقة التسجيل، ثم نقوم بالذهاب مباشرة إلى يعني كيفية الاستثمار في الشركة وكيفية السحب وأيضا كيفية الإيداع، ونعطي النقاط الإيجابية والسلبية الخاصة بهذا الموقع. إذن الإخوان مباشرة إلى التفاصيل، فهو يدعم اللغة العربية، ما عليك فقط هو أن تقوم بتغيير اللغة من هذا المكان. إذا أردت أن تقوم بتغيير اللغة العربية، هنا تجد اللغة العربية، إذا أردت أن تقوم بتغيير اللغة إلى اللغة العربية، فبدأ أن تقوم بالتسجيل في الموقع رابط أسفل الفيديو، تقوم بالضغط على الرابط، مباشرة يتم تحويلك إلى هذه الواجهة. فالأمر بسيط جدا، تقوم بكتابة هنا enter your name، تقوم بكتابة مثلا اسمك هنا، مثلا نقوم بكتابة هنا free life، ثم تقوم بكتاب الإيميل أن يكون صحيح، ثم تقوم بإعادة كتابة، تقوم بكتابة الباسورد هنا، رقم الهاتف عفوا، تقوم بكتابة هنا رقم الهاتف، ثم هنا تقوم بوضع مثلا الرابط الخاص بالتليجرام الخاص بك، ثم هنا تقوم بتحديد الدولة الخاص بك بالضغط على هذا المكان، ثم تقوم بتحديد الدولة، تقوم بكتابة الباسورد، إعادة كتابة كلمة السر، ثم هنا تجد الأبلاينر الخاص بك أو سبونسور هو فري لايف، فمرحبا بكم طبيعة الحال، ثم تقوم بالضغط هنا على ريجستر. كالإخوان تقوم بتسجيل الدخول إلى حسابك، يظهر لديك بهذه الطريقة كما ترى في هذا المكان. لدينا بطاقة هنا مثل AI ماركتينج تماما، ولدينا هنا كما ترى ماي أدفرتيستينج، يعني ميزانية الإعلان تجدها في هذا المكان، ولدينا هذه يعني الكاش باك تجده في هذا المكان. هنا الإخوان كما ترى هنا الإخوان تجد هنا الميزانية الإعلانية. الموقع أيضا يقدم لك $100، AI ماركتينج كان يقدم $50 أعتقد، هو الآن هذا يعطيك $100 في الميزانية الإعلانية صالحة لمدة 10 أيام. طبيعة الحال بعد 10 أيام تنتهي your cashback. هنا تجد الكشبك الخاص بك، الأفيليت، هنا تجد يعني أرباح الإحالة، هنا تجد يعني هنا أرباح العملة الذي هم عملة رقمية أعتقد، هناك مثلا بالانس لانش باد، ثم هنا التوتال، هنا المبلغ الذي قمت باستثماره، وهنا تجد جميع السحبات التي قمت بسحبها من الموقع. إذن الإخوان طريقة الإيداع في الموقع فهي بسيطة جدا، ما عليك فقط أن تقوم بالذهاب إلى هذا المكان، تقوم بالضغط على ديبوزيت في هذا المكان هكذا، ثم هنا تقوم بتحديد هذا الخيار الأول، ثم تقوم بتحديد، لدينا هنا الفيزا كارد ولدينا ماستر كارد، لكن الإخوان معلقة لا تعمل بطبيعة الحال،
وأيضا هنا لدينا الإيثيريوم، الشحن بالديثر عن طريق الإيثيريوم، ثم الديثر تي ار سي 20، بيتكوين، لايت كوين، إيثيريوم، ثم البيتكوين. أنصح دائما بتي ار سي 20 كمطرح في هذا المكان، نقوم بتحديث تي ار سي 20 ثم نقوم بكتابة المبلغ الذي نريد أن نقوم باستثماره. مثلا سنقوم بوضع مثلا 100 دولار هنا، ثم نقوم بالضغط على ديبوزيت هكذا، بعد ذلك يقوم بتحويلنا إلى هذه الصفحة، نقوم بأخذ هذه المحفظة من هنا كوبي هكذا، ثم نقوم بالذهاب إلى باينانس، نقوم بالشحن بطبيعة الحال في هذا المكان، بعد ذلك نقوم بوضع الهاش الخاص بالترانزاكشن في هذا المكان فقط. تابع معي، نقوم بالذهاب إلى باينانس هنا، ثم نقوم بالذهاب إلى نعم هنا اليو اس دي تي، نقوم بالضغط على ويدرو لكي نقوم بسحب 100 دولار من هذه المحفظة إلى الشركة. كما ترى هنا نقوم بوضع الأدرس الذي قمنا بأخذها من الموقع، نعم من الموقع هنا، ثم نقوم بالتحديد هنا الشبكة تي ار سي 20، أين هي ترون؟ نعم ترون تي ار سي 20 هي هذه الإخوان. نقوم بكتابة 101 دولار، لأن إذا كنت كتبت 100 دولار ستكون لديك 99 دولار، إذا سنقوم بكتابة 100 دولار حتى نوصل 101 دولار حتى نتوصل بمئة ب100 دولار. وضعنا المحفظة ثم قمنا بكتابة المبلغ، هنا نقوم بالضغط مباشرة على ويدرو حتى نقوم بالسحب مباشرة إلى الحساب. كما ترى هنا يقوم بإعطاك هنا المسائل، نقوم بكتابة continue ثم نقوم بإدخال الرمز المميز الخاص بنا هنا، بعد ذلك نقوم بالضغط على submit، نعم ثم نقوم بالضغط هنا على complete. هنا الإخوان نحتاج إلى الهاش الخاص بالترانزاكشن، بعد ذلك نقوم بالضغط على سيف. من أين سنجلب هذا الهاش؟ نقوم بالذهاب مباشرة إلى هنا، نأخذ الهاش من باينانس أو الآي دي الخاص بالترانزاكشن، ثم نقوم بالذهاب إلى هنا، نقوم بوضعه في هذا المكان، ثم نقوم بالضغط على سيف مباشرة. إذا بعدما قمنا بشحن الحساب الخاص بنا ب100 دولار وتم والموقع أعطانا 100 دولار، أصبح لدينا هنا في الميزانية إعلان 200 دولار. وكما ترى في هذا المكان لدينا المبلغ الذي قمنا باستثماره هنا هو 100 دولار، وهنا الناتج الإجمالي يعني الذي قمنا بسحبه تجده في هذا المكان، ثم هنا الخاص يعني العملة الخاص بالموقع، هناك يعني عمل التعدين وأيضا يعني ستيكينج داخل الموقع، في الحال يعني يقومون بتطوير هذه الأمور. ثم هنا التوازن التابع، يعني هنا الإحالات كما ترى في هذا المكان، ثم الكاشباك الإخوان، يعني الآن مباشرة ظهر لدي الكاشباك هنا كما ترى الإخوان. إذا قمنا بالذهاب مثلا إلى هذا المكان إلى التسويق هنا، ستجد أن لدي هنا الكاشباك في هذا المكان كما ترى هنا، يعني المستوى هو واحد، مستوى 1.5% كما ترى في هذا المكان. هنا يتحدث الإخوان عن يعني الأرباح التي تأخذها من الإحالات بطبيعة الحال، لديك هنا واحد في هناك 5%، ثم كما ترى في هذا المكان الإجمالي يعني لم يتحول شيء، وهنا الأرباح التي تأخذها بطبيعة الحال إذا قمت باستثمار ما بين 20 إلى 14 ألف دولار أو 15 ألف دولار تقريبا. كما ترى احنا لدينا فقط 200 دولار، إذا نحن يعني ضمن هذه الأرباح التي هي 0.3% إلى 0.5% كل يوم. فالنسبة الأرباح الإخوان في هذا الموقع معقولة جدا، معقولة جدا الإخوان. وهنا الإخوان في هذه رتبة يعني برونز في البداية، ثم السيلفر إذا استثمرت أكثر من 15 ألف دولار إلى 50 ألف دولار تأخذ ربح 0.5% إلى 0.7%. ثم لدينا هنا الجولد، الجولد الإخوان من 50 ألف دولار إلى 100 ألف دولار تأخذ من 0.7 إلى 1.1% يوميا الإخوان. ثم نقوم بالنزول إلى هنا، لدينا المستويات كما ترون، في المستوى الأول تأخذ 5%، هذا بناء نتحدث عن الإحالات هنا، ثم المستوى الثاني 7%، الثالث 9%، 10%، يعني عندما يصل مجموع الاستثمارات الفريق خاص بك إلى 5 ألف دولار وما إلى ذلك، إلى حتى تصل إلى المستوى يعني 11 كما ترى في هذا المكان، تصل إلى 16%. ثم هنا لديك المراتب بطبيعة الحال، عندما يصل الفارق كل 4 ألاف دولار تأخذ يعني جائزة بقيمتها 100 دولار، وعندما يصل 8 ألاف دولار تأخذ جائزة ب 300 دولار، عندما يصل 12 ألف تأخذ جائزة ب 500 دولار، هذه يعني بطبيعة الحال بعيدة عن الاستثمار. وهنا أيضا تأخذ هنا 1250 وما إلى ذلك الإخوان، كما ترى هنا اللائحة طويلة إلى غاية رتبة الدياموند بريزيدنت.
هنا طبعا الحال أعتقد أنها $1,000,000. يعني هذه هي الإخوان يعني طرق الربح من الموقع. كما ترى في هذا المكان لدينا يعني كارت خاصة بالموقع، كما ترى هنا لدي فيها رقم وأيضا فيها الاسم، ثم مثل الاي اي ماركتينج تماما. فالإخوان أنتم اشتغلتم في الاي اي ماركتينج وتعرفون هذه الأمور. كما ترى في هذا المكان لدينا استرداد النقود، مبيعتين 0.20 ثم 0.10 كلها مؤكدة. الجميل في هذه الشركة الإخوان وهي أنك تأخذ مباشرة، يعني يتم تأكيد مباشرة الكاش باك الخاص بك، ليس مثل الاي اي ماركتينج كنا ننتظر مثلا شهر إلى شهرين أو حتى نستطيع أن نجمع جميع أو يتم تحليل جميع الكاش باك الخاص بنا. لكن هنا الشركة تدفع لك مسبقا من يعني بطبيعة الحال من صندوق الشركة، وبعد ذلك هي تقوم ب يعني أخذ من المجمعين. يعني الإخوان نفس العمل تقريبا مثل الاي اي ماركتينج. والإخوان عندما تقوموا بتسجيل الدخول إلى الحساب، لا تنسوا أولا أن تقوموا بتأمين الحساب الخاص بكم عن طريق الضغط على البروفيل الخاص بكم، ثم تقوموا بالذهاب إلى البروفيل لكي تقوموا بطبيعة الحال تعديل البروفيل الخاص بكم. هنا تقوم بالذهاب مباشرة إلى جوجل أوثنتيكاتور، ثم تقوم بتفعيل نظام تو فيريفيكيشن. هنا تقوم بالضغط هنا على تو فيريفيكيشن، ثم تقوم ب يعني ادخال الرمز الخاص، ثم تقوم بعمل سكان للكود الذي سيظهر لديك هنا، ثم تقوم بوضع الرمز المميز الذي سيظهر لديك في جوجل اوثنتيكاتور. ان لم يكن لديك قم بتحويله. وتحدثنا مرارا وتكرارا عن جوجل اوثنتيكاتور، اعتقد ان جميع الاخوان المستثمرين يعرفون هذا الامر، ومن لا يعرف فيمكنه الرجوع الى القناه ثم سيجد فيديو خاص بهذا الامر بطبيعه الحال، او سيظهر لك الان على الشاشه في علامه الاي. إذن الإخوان الأمور واضحة جدا. كما ترون الإعلانات هنا، تجد الإعلانات الخاص بك. كما ترى هنا يعني لدي هنا استيراد $0.30، يعني ميزانية الإعلان $100. ثم لدينا هنا يعني نسبة 0.3%. هنا تجد رابط الإحالة الخاص بك بطبيعة الحال، هنا تجد رابط خاص بستيكينج، ولديه كثير من المشاريع. المشروع الأول إخوان هو أنه يعمل الآن على ويل روبو ليشتغل مع باينانس. الإخوان تستطيع أن تقوم بربطه مع باينانس، ولديه الكثير من المشاريع الآتية الإخوان. وهذا الموقع الإخوان إذا أردنا أن نقوم بالبحث مثلا على هذا النيم دومين، فكونوا حذرين الإخوان، فلدينا دومين باسم يعني لدينا دومين الإخوان شبيه لهذا الدومين. فمثلا إذا قمنا بالدعم إلى سكام ديفايسر، دخلنا إلى الموقع الإخوان سكام ديفايسر، ثم قمنا بالبحث عن هذا طبيعة الحال، نعم هو هذا الإخوان .com، ثم قمنا بعمل سيرش على هذا الدومين أو على هذا الموقع، سنجد طبيعة الحال ترى هنا. فبالنسبة لنقاط البارزة والإيجابية في الموقع، يحتوي الموقع على تاريخ مسجل حتى يعني بعيد في المستقبل إلى غاية 2030 أعتقدها. النقاط السلبية الإخوان هو عمر هذا الموقع صغير جدا، يعني الموقع ما زال شاب، يبدو هذا الموقع شائعا ولكنه أيضا شاب. لم نجد الكثير من المواقع المرتبطة بهذا الموقع، أي أن لم يتحدث الكثير من المواقع عن هذا يعني عن هذه الشركة. لم يتم تحسين هذا الموقع لمحركات البحث، يعني هنا يتحدث عن السيو. موقع الويب هذا غير موثوق بواسطة، يمكنك أن تقوم بالدخول إلى هذا الموقع وهو يعطيك تقييم يعني أدق من هذا الأمر. جد أي تقييم لهذا الموقع في سكام ديفايسر. كما ترون الإخوان في يمكننا أن نبحث هنا على موقع الويب، انظر هنا موقع الإلكتروني نيروبوت.كوم، ثم هنا اللقب الإخوان، عمر المجال 8 أشهر، سرعة الموقع سريعة جدا، صالحة يعني صالحة. لدينا هنا المصدر كلاود فاير، لدينا هنا التاريخ الإخوان، تم حجز هذا الدومين يوم 30/5/2021، والتاريخ تجديد الإخوان 30/5/2031، أي أن الدومين الإخوان عمره طويل نوعا ما. بالنسبة لطريقة السحب الإخوان أيضا هي بسيطة جدا، فقط تقوم بالذهاب إلى هنا، ثم تقوم بالضغط على التسويق. نعم، سأقوم بتغيير اللغة إلى الإنجليزية، ثم نقوم بعمل السحب. لأريكم طريقة السحب بطبيعة الحال من الموقع. فطريقة السحب الإخوان، تقوم بالضغط هنا على withdraw، ثم تقوم بالتحديد هنا هل تريد أن تقوم بالسحب من الكاشباك أو من الأفيليت، يعني الأموال الذي لديك هنا في الأفيليت بالانس، أو من اللانش. تقوم باختيار مثلا هنا الكاشباك، ثم تقوم باختيار الوسيلة التي تريد استعمالها في السحب، ترونت ERC20 أو ERC20 خاصة بالإيثيريوم، أنصح دائما بالERC20. ثم نقوم بكتابة مثلا هنا المبلغ الذي نريد أن نقوم بسحبه،
ثم أقل المبلغ اللي تسحبه من هذا الموقع هو 20 دولار، ثم تقوم بكتابة هنا $1000 مثلا، ثم تقوم بوضع الكود الخاص بجوجل أوثنتيفيكاتور، ثم تقوم بالضغط هنا على ويدرا، وهكذا تسحب من الموقع. أما بالنسبة للشحن فالأمر تطرقت إليه بطبيعة الحال. إذن الإخوان، بالنسبة للإيجابيات والسلبيات حول هذا الموقع، بالنسبة للأمور السلبية الإخوان هو أن الموقع لا زال جديد، ولا نعرف هل يمكن للموقع أن يستمر معنا أو لا، وهل يمكن للشركة مثلا تقوم بعمل معه شراكة، يعني كثير من الشركات يعني تنضم إليه أم لا. ثم لدينا يعني بعض الأمور الإخوان، وهي الأخطاء البسيطة التي تحدث مثلا إذا قمت بالضغط مثلا على هذا المكان، سنجد بعض المشاكل الترجمة الإخوان. لدينا بعض المشاكل بخصوص الترجمة، إذا قمنا بالذهاب إلى مثلا هنا سنجد بعض المشاكل خاصة بالترجمة الروسية. انظر هنا، فالموقع يعني إذا أردنا مثلا يعني موقع محترف يجب عليه أن يقوم بالدفع للمترجمين حتى يعني لا تكون هذه الأخطاء البسيطة التي تظهر لدينا هنا في هذا المكان. يعني عندما نقوم بالتنقل إلى صفحة أخرى تظهر لدينا يعني النتيجة باللغة الروسية، وطبعا هذا الأمر يعني يعطي يعني نوع من السلبية للشركة. ثم الإخوان، نعم الإخوان، إذا تحدث عن الموقع يعني وجهة الموقع، أرى أن هناك بعض الأمور في النسخة الخاصة بالهاتف. يعني مثلا في بعض الأحيان يعني موقع صراحة ليس بشكل احترافي كما ينبغي أن يكون، ليس مثل إيه ماركتينج في الاحترافية. يعني سلسة الموقع هو سريع جدا، لكن يعني الديزاين الخاص بالموقع وهذه الأمور صراحة يعني لم تعجبني كثيرا. يعني كان يجب أن يتم بشكل أفضل من هذا. يعني هذه الأمور التي أراها الإخوان في هذا الأمر. بخصوص سجل الشركة، فقام بتسجيل الشركة في إنجلترا باسم رافائيل ميكارتي، ولكن لا نعرف هذا رافائيل ميكارتي هو مؤسس الشركة، هل هو مشرف عن الشركة أو ماذا يمكن أن نقول الإخوان. لكن أعتقد أن هناك فريق روسي طبعا الحال يختبئ وراء هذا الأمر. ايضا الان سننتقل الى ايجابيات الموقع، انك تربح بدون فعل مجهود طبعا الحال، تقوم فقط بوضع المال في هذا الموقع ثم تقوم باخذ يعني الارباح الخاص بك كل يوم من هذا الموقع. اذا هو جيد من هذه الناحيه، حيث يمكنك فقط ان تقوم بالاستثمار وتاخذ الاموال بدون فعل اي شيء. اما بالنسبه للنقطه الثانيه الايجابيه في الموقع، هو ان عمل الموقع شفاف، حيث نرى مصدر المال والشركات المجمعين والشركات وايضا المجمعين. مثلا هنا اذا قمنا بالذهاب الى الكشبك سنجد بالفعل انه لديه بارتنرشيب مع هذه الشركات، او يقوم يتسوق بالفعل هذه الشركات، وانه يعني يعمل مع شركه ادميتد وهذه الامور. يعني هو شفاف في هذه الامور، نعرف مصدر الاموال ونعرف هذه الامور كلها واضحه. اذا هنا الاخوان نعرف ان الموقع بالفعل شغال، ليس نصب واحتيال، يعني هو شغال بالفعل، ولكن هل سيستمر معنا ام لا؟ فهذا الامر اخوان يعني يعتمد على الفريق وايضا عن تطوير الفريق للموقع. بالنسبه للامر الثالث الاخوان الذي هو اراه ايجابي بالنسبه للموقع، هو نسبه الربح معقوله. فمثلا هنا عندما تاخذ مثلا نسبه 0.0، يعني هنا اذا قمنا بالذهاب مثلا الى هذا المكان، فالموقع يعطيك تقريبا هنا 0.3% اذا استثمرت ما بين $20 الى $14,000، 0.3 الى 0.5%. هذه نسبة معقولة، يمكن يعني لاي مسوق ان يحقق هذه يعني الارباح، يعني ليس مبالغ فيها، وهذا امر جيد جدا. بالنسبة للنقطة الرابعة الإخوان، هي تحرير الأموال بشكل سريع جدا. إذن حيث لا يمكنك مثلا انتظار مثل الإي آي ماركتينج تنتظر 2-3 أشهر حتى يتم تحرير الكشبك من قبل الشركة، فالموقع يقوم بالدفع لك مباشرة كما ترى في هذا المكان، كونفيرمتد مباشرة يعني الأموال الخاص بك، وهذا يعني الأمر جيد جدا. وهذه النقاط الإيجابية والسلبية بخصوص هذا الموقع بناء على رأينا الشخصي وأيضا بناء على البحث الذي قمنا به بخصوص هذا الموقع. فالموقع الإخوان الآن أنا أقول لك استثمر في الموقع أو لن تستثمر في الموقع، فقط سأقدم لك نصيحة، إذا قبلت على استثمار في هذا الموقع لا تقوم بضخ مال، أنت لا تستطيع خسارة هذا المال. إذا أردت أن تقوم بمغامرة في هذا الموقع، ما عليك فقط هو وضع مبلغ رمزي لتجربة الموقع ربما. أما أنا فلا أنصح أي شخص أن يقوم باستثمار في هذا الموقع، أنا فقط وجدت أن الموقع جديد وأريد أن أقوم بتجربه، فقمت بإضخ فيه $100، وإن شاء الله عندما نرى يعني تطور الموقع وهذه الأمور طبعا سنقوم بوضع فيه مال محترم جدا من أجل استثمار مثل AI ماركتينج الإخوان. إذن
فلمن أراد الانضمام إلى الموقع فسيجد رابط أسفل هذا الفيديو مباشرة. رابط الحل سيكون لدينا سلسلة من الفيديوهات حول هذا الأمر، سيكون رد على الأسئلة الخاصة بالإخوان الذي لم إذا أي سؤال لم تفهمه يمكنك أن تقوم بوضعه لي في التعليق أسفل هذا الفيديو. وأيضا الإخوان أريد رأيكم أسفل هذا الفيديو، فما رأيك في هذا الموقع؟ هل هو جيد؟ هل سيستمر معنا؟ أم أنه سيلقى مصيره أو سيلقى حتفه أو مصيره مثل AI marketing؟ رغم أن AI marketing موقع قوي جدا، ففي النهاية الأمر يتوقف على المستثمر. هذه ليست دعاية للموقع، وهذه ليست نصيحة استثمارية، ولا أقدم لك أي نصيحة استثمارية بخصوص هذا الموقع. فالأمر مطروح لكم الإخوان، لمن أراد تجربة الموقع فليتفضل، رابط أسفل هذا الفيديو. السلام عليكم.